أخي العزيز السلام عليكم. أولا تحية لكم وتحية لإعلامكم الشريف اللي جاي غطى هذا الاعتصام. إحنا مطلبنا هاي الناس كلها من جميع أنحاء العراق، بينا من الموصل، بينا من البصرة، بينا حتى من أخوتنا الكرد ونحطهم على رأسنا هنا، كل هالناس مظلومة. اللي صار أخي العزيز، أنا البرلماني ما أريد يجيني لهنا يصور ويحكي كلام، أنا أريد البرلماني يروح بقبة البرلمان ويداعي لي بحقي. أما استجواب رئيس الوزراء، أما استجواب قائد رئيس أركان الجيش واللي ممثل الداخلية، سبب ما أنه إحنا ما عندنا وزير داخلية لحد الآن، إحنا هاي الناس كلها ما هاي لو بغير دول، هاي العالم صار 8 أيام هنا معتصمة، لو بغير دول تستقال حكومات على هذا شعب نايم هنا، الناس جوعانة، الناس تعبت، الناس ربع دينار الصبح تريد، الناس تمرضوا سمعنا عدنا أنا واحد من عندهم مستشفى شيخ زايد من كثر ما مطرت علينا، وحتى غذانا قمنا حتى أكل ما عدنا، ناس هاي تعبانة. فإحنا نطالب نقول لك يا رئيس الوزراء، يا دكتور عادل عبد المهدي، خلي يكون لك قرار شجاع، ها، وخلي يكون لك كلمة. إحنا نقول لك يا دكتور عادل عبد المهدي، هاي الشباب كلها صنوف عسكرية هاي تشوفها، وكل هاي مو تهديد هذا، أما بما أنه نحذر الحكومة نقول هاي قنبلة موقوتة، هاي الشباب لا تخلوها تتجه لغير اتجاهات، اكسبوا شبابكم اكسبوا، وهاي نصها وأكثرها العادم من مؤسسين الجيش العراقي من بعد السقوط.